معاناة متواصلة منذ سنوات عديدة يعيشها ذوو المخفيين قسرا في محافظة نينوى على الرغم من انتهاء الحرب منذ ما يزيد على 5 سنوات. عدد من المراكز والمنظمات الحقوقية نظمت مؤتمرا هو الأول لضحايا الإخفاء القسري في نينوى بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، ليكون اللقاء بمثابة تذكير لمن يهمه الأمر من المسؤولين ومن المؤسسات الدولية بقضية من أهم القضايا في المحافظة التي يصل فيها عدد المخفيين إلى نحو 9,000 شخص. نأمل أن يتم التوصل في هذا المؤتمر إلى نتائج وتوصيات تساهم في إنهاء ملف المفقودين والمختفين قسرا، لأن محافظة نينوى تتصدر الأعداد في هذا الموضوع. ولأن العراق تحكمه طبقة سياسية فاسدة تتقاسم فيه السلطة كما تتقاسم ما تنهبه من أموال شعبه، ولأن لكل حزب من أحزاب هذه السلطة ميليشيا مسلحة تنفذ أجندته السياسية المرتبطة بالخارج لا بالداخل، فطبيعي إذن ألا تبذل الحكومة جهدا يذكر لكشف مصير هؤلاء المخفيين قسرا. اليوم هناك مؤامرات على نينوى منذ عام 2017 إلى حد اليوم لم تنتهي المؤامرات. اليوم مرد حفرة الخفسة هي لطمس الحقيقة عن أهالي محافظة نينوى. هناك عوائل تنتظر ذويها لتعرف مصيرهم. كنا نتأمل من الحكومة المركزية ومن المنظمة الدولية بفحص هذه الجثث والتعرف عليها عن طريق فحص الدي ان اي، ولكن للأسف اليوم المؤامرة كبيرة من جهات خارج عن القانون. لا نعرف من هذه الجهة التي تعمل إلى طمس الحقيقة وعدم كشف الحقائق عن أهالي المفقودين. مأساة ذوي الضحايا لا تتوقف عند مجرد الفقد، بل تمتد إلى الألم المتجدد مع كل مقبرة جماعية تكتشف في المحافظة التي اكتشف فيها حتى اليوم 96 مقبرة، وسط التخاذل الحكومي وعدم بذل الجهد الكافي في إجراء التحاليل اللازمة لتحديد هويات الضحايا في تلك المقابر، لتضيف بذلك على كاهل ذويهم معاناة فوق معاناتهم المتفاقمة.